السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مترو الصحافة، نطلع فيها على الملفت من عناوين هذا اليوم في الصحافة العالمية والعربية والفلسطينية. الاحتلال طبعا لا يتوقف، الاعتداء على الفلسطينيين في كل مكان، والأزمة التي تحدثنا عنها أمس في منطقة تأجير أراضي كانت قبل 25 سنة من الجانب الأردني للجانب الفلسطيني أيضا يبدو بأن لها تداعيات جديدة. وحتى يوم الخميس انتبهوا، تقول دائرة الأرصاد الجوية بأن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى فيضانات جدية. صحيح بأن الدنيا ما زالت من حيث درجة الحرارة صيفية، ولكن يبدو أن فيضانات تبعد عنا ساعات فقط وستفضح كالعادة حسب التوقعات البنية التحتية في المجتمع العربي. السؤال كيف سيستغلها، من سيستغلها بمناسبة أننا في عشية انتخابات السلطات المحلية. محلياً نبدأ مع وكالة وفاء. في وكالة وفاء 20 إصابة برصاص بحرية الاحتلال بالاختناق قبالة شاطئ شمال غزة. وتهاجم قوات الاحتلال المواطنين المشاركين في فعاليات شعبية سلمية في المناطق الشرقية والشمالية من قطاع غزة بالرصاص الحي وقنابل الغاز. أما في واينت فقد جاء الخبر التالي، هيئة المياه في إسرائيل تحذر من هطول أمطار غزيرة والفيضانات متوقعة نهاية الأسبوع، وقد تتسبب في فيضانات، وفيضانات ستكون من الشمال إلى الجنوب، ومن المتوقع أن تكون الفيضانات من صباح يوم الخميس، بعضها سيكون استثنائي بشدة. وإلى واينت، زيادة كمية المياه المنقولة إلى الأردن إيماءة سخيفة، هكذا جاء في عنوان الصحيفة. الأزمة مع الأردن نتيجة لقرار المملكة بعدم تمديد ملحق اتفاق السلام. قال وزراء كبار إن زيادة كمية المياه إلى الأردن إثر ذلك أمر سخيف بينما تجف إسرائيل. وقالت مصادر سياسية لإذاعة أحرونوت إن إسرائيل تتحمل أيضا هي مسؤولية هذه الأزمة، فالكتابة كانت على الجدار وواضحة. في صحيفة هآرتس، وزير الخارجية الأردني لن نتفاوض مع إسرائيل حول سيادتنا. وقال أيمن الصفدي في مقابلة مع الإعلام الأردني إن الحكومة في عمان لم تتلقى أي طلب من إسرائيل لإجراء مفاوضات حول الأراضي التي أراد الملك استعادة السيطرة عليها، وقال لدينا الأدوات اللازمة للدفاع عن مصالحنا. في موقع والله الإسرائيلي نشر أول، مشروع قانون لعضو الكنيست زوهر لمنع إدانة نتنياهو. عضو الكنيست ميكي زوهر يروج لقانون الحصانة الذي ينص على أنه من أجل توجيه الاتهام إلى عضو في الكنيست لا يمكن إزالة حصانته إلا من خلال لجنة مجلس النواب، أي من خلال أعضاء الكنيست. إذا تمت الموافقة عليه يمكن أن يكون له تأثير كبير ليس فقط على المستقبل السياسي لرئيس الوزراء نتنياهو، ولكن أيضا على عضوين آخرين في حزب الليكود وهما حايم كاتس ودافيد بيتان. وأخيرا في الشأن الإسرائيلي، جاء في إسرائيل اليوم الصراعات في الائتلاف، تم تجديد المعركة بين بينيت وليبرمان. طلب حزب إسرائيل بيتينو بتوسيع عقوبة الإعدام لتشمل إرهابيين، وهذه طبعا ترجمة حرفية، وفي البيت اليهودي اعترضوا على هذا التوسيع، قالوا بأنهم خائفون من إعطاء ليبرمان إنجازات. وقال مسؤول في التحالف إن المعارك ستؤدي إلى انتخابات مبكرة.